كل نهار زيد عشقلي وتطلع للشنة بني لبس ولا بين عليك حياتي حمرا وبيضا بروحي ودمي الفدي ماشي غير بارول سحرتي قاع العقول بروحي ودمي الفدي ماشي غير بارول كنا المونديالين احنا جايين دي مويته الحمد لله بعدا فرحونا هاد الناس واخا كنا على الاعصاب ديالنا وجابوها الرجال وان شاء الله السوبر كوب ونمشيو المونديال ونجيبوها ان شاء الله والحمد لله فرحونا وديما ويداش ديما ويداش مبروك علينا ودي مويدة دوسان بغيب لهذا المنبر دوك اللي نتاخذونا ما بغاوناش نديوها حنا دينا وبصحتكم شانتو مبروك عليكم الأمة المغربية شوف ربحنا نستاهلوها ودينا الحمد لله العصبة ديالنا الحمد لله دينا البطولة دينا عن جدارة واستحقاق الحمد لله ربي سهلنا فيها الحمد لله يا ربي كلمة شكر للسيد المدرب اللي قام بمجهود كبير رغم قلة لاعبين في تشكيلة فريق الوداد رغم عدم وجود لاعبين في دوكة الحشية قدم مباريات كبيرة دائما احنا متعودين على المباريات الجيدة اللي قدمها هذا المدرب انتقدناه بعض الأحيان لكن اليوم أسكت الأفواه وأفرح الشعب المغربي ككل تحية لجماهير الوداد اللي قدمت مستوى كبير في كاع الملاعب داخل المغرب وخارج